مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حوارنا هذا المساء. فن ليس ككل الفنون صعب، ليس أيضا من السهل ممارسته ولا يتقنه الجميع. قديم من زمان إلى يومنا هذا، نستقبل اليوم رائد الإصلاح في هذا المجال ورائد النهضة في هذا الفن، عميمر فنان الشيطة، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكرك جزيل، شرف كبير لي اللي راني هنا اليوم باش نمثل كل إخواني الشياطين في كل التراب الوطني. نبدأ الحوار، حكينا في البداية، حكينا عن البدايات. واش راح نقول لك يا خويا، على كل حال أنا ترعرعت في مسقط رأسي، وبعد كي كنت صغير كنت في المدرسة كنت نقزب الأبناء الأغنياء هكذا باش يمدوا لي اللمجة تاعهم في الساحة. وعلى كل حال تم لي بانت الموهبه تاعي في رياضه الشيطة، ولتم لي فقط باللي لازم تشيط باش تعيش يا خويا. طيب هذا عن الطفوله، نحكيوا ايضا عن مرحله الشباب ولو باختصار. ايه، على كل حال لما كبرت شويه انايا وليت لحقت لدرجه تاع مواطن شيات، وليت نقابر لي كاميرا وين يكونوا برا هكذا، ولا ندير لي زانترفيو ونهضر معاهم كلي، شغل نقول لهم رانا لاباس ومنايا، رغم اني كنت نعيش في ظروف صعبه، ولكن يعني الشيطة تغلبت عليا. وش راح نقول لك، رغم اني ما المشكل الكبير اني ما كنت نربح والو هذاك الوقت. ومتى كان دخولك الى عالم السياسه؟ والله مرحله السياسه على كل حال مربوطه بمرحله المواطنه. على كل حال لما كنت مواطن كنت نروح للتجمعات تاع المعارضه، نهبل فيهم ندير لهم دقي ومن هنا باش نبرتير بيهم. وخطره كنت في واحد التجمع تاع يعني غير المعارضه، كنت نصفق من هكذا ونصفر، شافني واحد من يعني من المؤسسين تاع المنظمه الوطنيه للشياطين، والتم عرض عليا باش ندخل للسياسه. يعني تم اللي دخلت الى المنظمه فعلا. على كل حال انا كنت من بين المؤسسين للمنظمه الوطنيه للشياطين، والتم يعني كانت الانطلاقه الحقيقيه تاعي في السياسه. يعني في البدايه كنت مسؤول على المديح. مديح الديني؟ ماشي المديح الديني، لا، كنت نسرق على كل حال الشعر الجاهلي من جوجل ونسقطه على الواقع تاع اليوم ونشيت به صديبون يعني للي يكون قوي هذاك الوقت. وبعد ذلك يعني تبوأت المناصب يعني في المنظمة هذه، حتى وين يعني تبوأت المنصب تاع رئيس المنظمة. في المنظمة يحسب أيضا لكم بأنكم قضيتوا على الجهوية والعنصرية. ما هي على كل حال الحمد لله، أنا لما تبوأت الرئاسة يعني خدمتي كانت أني نقضي على هذيك تاع الجهوية تاع كل واحد ولايته، كل واحد علماني واحد إسلامي، إحنا أنا ليا ما كاش كامل هذه. الحمد لله رسخت المبدأ أن الشيطة لا دين لها، وقضيت على العنصريات هذو ما كامل، ما كاين لا علماني لا إسلامي، كل خاوة يا خوة في سبيل الشيطة. وأنا الحمد لله أنا كامل أصحابي أحبهم في الشيطة. طيب كشيات قديم، واش هي النصيحة اللي تقدمها للجيل الجديد حتى يولي شيات ملاح؟ والله تو سامبلومون يا خويا، لازم ديرها بليزير، ما لازمش ديرها على جال دراهم. سي فري لازم يكونوا فيك صفات، على كل حال لازم يكون وجهك صحيح، ويعني صفة مهمة خصوصا لازم يعني تكون تحمل الرخص. بعض الجهات يسموكم أصحاب الكاشير. يا اخي هادو ما اعداء الوطن واعداء الساميه، وهادو ديجا هادو ايادي اجنبيه. انا فخور باسم الكاشير هذا صافا، لان الكاشير يا اخي جزائري. نحن يا اخي سنبقى هكذا، وليسمونا كما اشاءوا، سنثبت ان شاء الله على موقفنا. طيب ولكن البعض ايضا يقولوا باللي الجزائر ما راهيش مليحه. تبا لهم يا اخي، هم ينكرون بان الجزائر اصبحت جنه فوق الارض. من ينكر ان الجزائر اصبحت جنه؟ هم يقولوا باللي كاين الفقر، انا لم ارى الفقر هذا، انا نمشي ونشوف لم ارى الفقر هذا اطلاقا، كل هذا بفضل السياسه المنتهجه يا خويا. يا سي محمد عباك باللي دانيال مويبا باش يكون في علمك، شوارزينيغار، تعرف شوارزينيغار؟ هذاك الخشين هذاك ابا جال الجزائر ومشى برا نورمال. والله غير هكذا يا سبحان الله. واش نقول لك، نهضروا صراحه يا خويا، شكون اللي كان يماجيني باللي يجي نهار تكون فيه الانترنت في حمار الدول في حافلات الرستيه؟ هذه واحد ما تخيلها عندك الصح. طيب الله. نعود إلى النضال السياسي، أنت ألفت كتاب عنوانه فن الشيطة الأصيل. بون على كل حال بوكو بلوس، انا الفت وزكاره في بعض الدخلاء على مجال تاع الشيطة هذايا، وشرحت فيها على كل حال التطور تاع الشيطة من عصر الجاهليه الى يومنا هذا. وعلى كل حال انا حكيت فيه تجربه شخصيه اللي مريت بها على كل حال في الانتخابات الرئاسيه اللي فاتت، طبعا دون ان اغفل عن التمجيد لبعض الشخصيات. في بعض الاحيان كنت نكتب هكذا وستيل ويهرب لي تولي الشيطة، هذاك بروبليم الله غالب يا خويا. طيب انت ايضا صاحب نظريه البوسان،
نظرية البوسان ممكن تحكي لنا عليها شوية؟ نظرية البوسان على كل حال سيتي لو تام اللي على كل حال اللي ناقشته في الميموار تاعي للحصول على الدكتوراه تاع ديزيام دان في دولة. والفكرة جاتني على كل حال لما لحقت لدرجة يعني وين بوس صبابط، هي بوس صبابط أنا موالف، ولكن في بعض الأحيان خطر هذيك الصباط تاع واحد من تحته. ثم اللي جاتني الفكره على كل حال ودرت هذه النظريه. وانا نبوس على كل حال، احنا نبوسوا الصبابط، نبوسوا اليدين، وكذا كاينه حاجه اخرى احنا مستعدين نبوسوها، كل هذا يا خويا في سبيل الشتاء. وعندك مشكل واحد على كل حال كي تبوس الصبابط، يعني سا ديبون يعني ولي نعمتي وين يكون مشى. في بعض الاحيان يعني حشاك وحشا قدرك لما يمشي فوق الفضلات تجيني صعيبه شويه نبوسوا هذا من تحت، ولكن يا خويا كل شيء هون في سبيل الشتاء. مبروك عليك الشتاء الذهبيه، انت نصبت نفسك رقم واحد في الشتاء. الله يسترك يا خويا، ونهدي هاد يعني هاد الانجاز هذا نهديه لكامل خاوتنا في فلسطين شقيقه. طيب بعض الاحيان يقولوا باللي ايضا تكذبوا على الناس. الله مليحه هذه يا مليحه كيف. الله فقت لي باللي نكذب يا اخو سبحان الله. تحب نحكي لك نظريه تاع الكذب درتها في شابيتر 3 في الميموار تاعي. خلاص سي بون، اما لا كوبيها في المونتاج هذه ما تحرقناش الله يسترك برك هذا ماك. طيب بالنسبه للغاز دو شيست، فعلا هذا كاتب مليح يا خويا، نتبع الكتابات تاعو وانايا ويعجبوني خصوصا في اللي يعجبني الاسلوب تاعو كلها. غاز دو شيست يعني الغاز الصخري. اسمح لي باك خلطته مع واحد الكاتب تاع يكتب بفرنسي هكذا فيكتور هيغو واقيلا. جو باس هاد الكيستيون، جوز هاد كوبيها ثاني في مونتاج. طيب بعيدا على الشتاء، كيفاش تعيش حياتك الخاصه؟ والله عادي يا خويا الحمد لله، كيما كامل الناس هما يشوفونا في التلفزيون عن بالهم حنا نورمال. عندي هوايات يا خويا، عندي نمارس رياضه لي بول، والحمد لله نربي ولادي على الاخلاق الحميده من صغرهم باش ما يديروش الغلطات اللي طحنا فيهم. الحمد لله ربيت ولادي انا باش يدوروا مع الاغنياء اصحاب الدراهم باش يعرفوا صلاحهم. وش نقول لك يا خويا، هذا هو، هذه هي التربيه الصالحه. سؤال اخر، واش ربحت من الشتاء؟ ما ربحت والو، هذه بليزير كما فهمت لك قبيله، شغل هذه احنا نديروها بليزير، يجي نهار عبيت خلاص عليا حاشاك وحاشاك درك مثل الكلاب، بصح شنو انا مادابيا نحب نورمال. هو حكينا ايضا على لما رجعت معروف، رده فعل الشارع واش راح نقول لك يا خويا. والله غير البنة تاعي انا كامل كي نتلاقى في الشارع مع المعجبين، وخصوصا لما يعني يبصقوا لي في وجهي، هذيك هي البنة كاع يا خويا. واش راح نقول لك يا خويا، كل انواع البزاق والخامي هذوك يعني الصفوره كاين، دوك الخضوره اللي عندهم لا غريب، كاين ثاني يعني واحد البسقه تاع رمضان لما تجيناش، فهذا سورتو كي تكون سخانه. واش نقول لك يا خويا، والله غير رحمه ربي ديك النعمه يا خويا، هذيك هي الفايده تاعي يا خويا. بعباره واحده اخرى، بهاد الخامي هذوما نحس روحي باللي قدمت خدمه للوطن تاعي. صح، قدام ما نحكوا على الخدمه تاع الوطن، هل الشيات يعيش حياه رغيده؟ يا خويا رغيده بزاف يا خويا، بصح شنو لازم تعرف برك لي متشيت، لان الشتاء درجات هذه. دوكا انت لما تشيت المير ولا تشيت الوالي ماشي نفس الشيء هذا، تسمى انت واش طارتك. وعلى كل حال الحمد لله، وكما يقول المثل على كل حال، ويده ضرب التفاح مع البنان غير اذا زهره الويدان يا خويا. هذا المثل انا عمري ما سمعت به، مش عارف واش هذا المثل، ولكن المهم ممكن تحكي لنا على المشاريع نتاعك؟ يا خويا الحلم تاعي انا ان شاء الله بعيد المدى نحترف بالشتاء ان شاء الله في اوروبا، واللي ما لا يجي نهار ان شاء الله اللي نبوس الصباط تاع رئيس جمهوريه امريكا ان شاء الله اوباما يا خويا. تعطينا كلمه ختاميه. ربي يوفقنا ان شاء الله نطوروا الامكانيات في مجال الشتاء هذا، وان شاء الله تنتشر اكثر رياضه الشتاء وتاخذ حقها، ويكثروا ان شاء الله المنضمين اليها ان شاء الله. ونشكر تحياتي لكامل المسؤولين يا خويا، اللي عنده مسؤوليه قد هكذا يعني نحييه ونسلم عليه، وان شاء الله نشيتوا لهم كامل. وبعباره واحده يا خويا، ينعلبوا اللي ما يحبناش يا خويا. بارك الله فيك يا خويا، يعطيك الصحه يعطيك الصحه. البوزاق يعني في الوجه هكذايا، والله غير واحد البنايه يا حبيبي هاي الله يبارك، كل انواع البوزاق يعني. يجوني كل انواع الخامي صفوره. اقسم قلت لك اللخامي يعني صفوره، كاين الخضوره، كاين لما تكون عندهم لا غريب على بالك ديك النعمه يا خويا.